احنا بدينا في تلت اللوجات. احنا بدينا فصل نساء مدينة كالغاري. انا نضربو طوار في مدينة كالغاري نشوفو الاجواء ديال التلج. بالي احنا في فصل الشتاء. هادو ما عندهمش فصل الشتاء، عندهم فصل التلج. نتت اللوجات عاوتاني والتزفزوفات. الان في مدينة كالغاري على الجو دابا عاوتاني ساهر عاوتاني تاع شهر 4 ديال العام الجاي. يعني هذه الاجواء ديال المهم ديال الشان الثلج كيطيح ودرجة الحرارة كتكون طايحة بزاف. يعني ناقص دابا حاليا راه ناقص 10، يعني بارفوا في العام كتوصل حتى لناقص 20. بحال العام اللي فات في شهر جوج كان ناقص 35 وصلت واحد النهار ناقص 35. اي فوالا، الوغ مدينة كالغاري بروفانس ديال البرتا. اي بالنسبة للطوموبيلات، الأغلبية ديال الطوموبيلات في الوقيتة ديال الشتاء يعني في الوقيتة ديال التلج كيديرو الوينتر تايرز، يعني الروايد ديال التلج باش ميبقاوش يزلقو، لأن كيكثر الزلاق بزاف. الله يستر زعما في الطرقان ولا في الهاي واي بحال لوطوروت الهاي واي، يعني كيكثر الزلاق بزاف. و الطوموبيلات عاوتاني كتلقاهم الأغلبية ديالهم كيديرو داك الريموت ستارترز، يعني كتكون مثلا في الدار ولا في قهوة ولا شي لعيبة يعني كديماري الطوموبيل عن بعد بما تدخل. الله كيفما كتشوفو دابا الله بغينا ندخلو لواحد الهاي واي، يعني ديجا الزحام في الطريق. ايوي كيبان والو، وهذه على البداية. مازال احنا شدينا الطريق السيار الهاي واي دير فوت. شوفوا هادو شنو كاتبين في الطوموبيل اللور ديالهم. جاس ماري هاد مزوجين. مزوجين في البرد. باي كونغراتيليشنز. الايروبور 19 دقيقة. اوكي ديما في الثلج كتكون يعني حركة السير كتكون مزدحمة، كتكون زحام في الطريق الدارجة. الزحام سيدي الزحماني. وينتر يا الوينتر. احنا دابا وصلنا للداون تاون ديال كالغاري. القهوة خاوية حيت دابا التلج. الأغلبية في الداون تاون يعني كيكونوا غير لي زوفيس، كاين الناس خدامين و كيساويو الخدمة في هاد الوقيتة و كيرجعو لديور هوم. ندوزو فوق واحد القنطرة وتشوفوا ان دايز فيها واحد الريفر سميتو الباو ريفر. يعني دابا حتى الله بدا الثلج لقاو فيه مازال كاين الماء. نورمالمون في ايامات الشتاء ايامات الثلج نيت ايامات ملي كيكون الجو بارد بزاف راه كلشي كيجمد، يعني الويدان كيجمدو بزاف. Thank you.
بالي 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 مارشا بالي. لو غدا الواد ديال باو ريفر راه مازال فيه مازال ما جمدش يعني القضيه مازال مزيانه اما نورمالمون كيكون جامد. الضبابة ما كيبان والو. داون تاون هنا فين كيكونوا يعني لي زوتيل، واخا بالنسبه لي يعني لي زوتيل هنا يمشي بحال فانكوفر ولا تورونو، بحال لوطيل قدامنا دلتا ماريوت ديال ماريوت، كاين حياه ريجينسي، يعني كاينش لي زوتيل شويه صغار وصافي، حيت الحركه كتكون هنايا بزاف داون تاون، يعني بنادم خدام. يعني البرتا هي كتستغل المنتوج ديال البترول غاز، شي علاش الناس يعني مثلا كيسافروا لالبرتا ولا شي حاجه باش يجيو يخدموا هنايا الوغ كيجلسوا في لي زوتيل هنا في داون تاون. اوبا انا شتك الصفر ها زيد لا ما توقف لو وقفتي ولا شي حاجه تصدق زالقه ولا شي حاجه الله يستر اللهم زيد عفات. جو رائع صاحبي ها جو زوين كالغاري تاور. يعني كاين كالغاري تاور هو داك اللي يعني اللي اونفاس ليها تشوفوه. المهم ما طويش بزاف ماشي بحال برج خليفة. كما كتشوفوا هذا واحد لوطيل سميتو الويستين، الوغ ويستين هوتيل كاين هنايا كيف ما قلت كاين الحياة ريجينسي. بالنسبة لهاد لي بريج اللي كيديروا هنايا في الطريق يعني بنادم يقطع من لوطخ كوتي يعني يقطع على حساب البرد لأن البرد كيكون بزاف، بلوس كيكون المترو أو تراموي كيكون أو تران سوري تران كيكون هنايا في داون تاون. دابا نمشيو نشوفوه ماشي يبان لكم ترانديز ولا لا، راه هو اون فاس يعني في الشارع الاخر. بالنسبه للطرق المواصلات هنايا كاين في كالغاري يعني يعني كاين تران كيشد من نورث لداون تاون للبلايص الاخرين. اوبا زيد
بلوس كاين ترونسبور يعني الحافلات كاين الطاكسيات الاغلبيه كيستعمل هنا اليوبر يعني بالنسبه للطاكسي كيديروا لابليكاسيون ديال اليوبر وكيستعملوها من هو الطاكسي سينو راه كلشي كيدير الطوموبيل يعني خص ضروري دير الطوموبيل هنايا في اي بلاصه يعني في اي مدينه راه في العالم خص ضروري الطوموبيل باش تحرك الوغ دابا هذا التران يعني تزنا عليه هنايا شي عاصفه زوينه هذه طايحه عاوتاني النهار الجبار طلع من البارح هو كيطيح هذا البرج هذا الطويل اللي كاين الفوق هو كيتسمى كالغاري تاور ما طويش بزاف المهم فوق فيه واحد السيركل لانها مقادينها بالجاج فيه لي كافي الفوق بس زوين هو انه داك السيرك اللي مقاد بالزاج كيطلع على الخواق يعني تقدر توقف فوق الزاج شاري العزيز عليا هنايا فيه لي ريستورون فيه لي بار فيه لي بانك يعني شاري زوين الجناة الطريق كتولي بحال تيم حضيت شبعانة غيس ضروري ولكن يعني كيحيدوا الثلج كيفيقوا في الصباح بكري كيحيدوا الثلج كيف ما تشوفوا ليها واحد في يعني الجهة ديال الله يسار هو مشو لجهته يعني كيحيد الثلج في الطريطوار يعني باش بنادم يدوز فالي كوليج هذا واحد كوليج هنايا سميتو الباو فالي كوليج اللي كيقراو فيه ماكلاود راهو قدام الباو فالي كوليج نيو درايفر هذا اللي قدامي نيو درايفر طلع شت البيرمي انا كيدير واحد لاسين فيها انه نيو درايفر شاب طولي البال بس زوين هو انه يعني التران كيف ما قلت يعني كيكون ملاقي من النورث للجنوب ديال المدينه ديال كالغاري الويست يعني من الغرب عشان الشرق ورخيص يعني التيكي مثلا كتشريها ب $3 وكتستعملها لمده ساعتين ولا ثلاثه السوايع يعني كتستعمل
كتستعمل التيكي بشحال 90 دقيقه يعني شحال 90 ساعه ونص يعني نفس التيكي تقدر تستعملها في الباص يعني مثلا كتاخذ تيكي كتستعملها في دران كتجي داون تاون ومن بعد كتعاود تدعو ثاني طوبيس كتستعمل نفس التيكي لمده 90 دقيقه ولا تقدر تستعملها في دران يعني الي وروتور اللي بغيتي تجي تقضي غرض وتستعملها فوالا يعني كيكونوا محطات هنايا ديال الدران في داون تاون هذه الكالغاري بابليك ليبراري هنايا على اليسار ديالي هذه واحد ليبراري مكتبة كبيرة كاينة هنا في داون تاون كاين هنا القدام كاين واحد التران راه خو دابا واقف راه واقف هذاك التران ديال السلعه يعني هذا كيسافر في كندا كامله كيجي من كيضرب من مونريال حتى لفانكوفر يعني كيضرب من مونريال حتى لفانكوفر كيهز السلعه كيهز الماء يعني ليسونس كيهز بزاف ديال الحوايج وكيدوز على المدن يعني كيشد من مونريال حتى لفانكوفر يعني كيشد كندا كامله راه هو كيتحرك دابا ملي كيوصل للمدينه كيمشيها بشويه يعني فوق كيخرج للمدينه عاد كيديماري ها هو التران هنا يديز الفوق ما احنا ضربنا دويرة خفيفة هنا في كالغاري في داون تاون هنا باش تشوفوا يعني الدينا في ايامات ديال التلج كيفاش كتكون او خا التلج راه الناس كيخرجوا كيدوروا عادي جدا برا كيكون البرد الداخل يعني الطوموبيل راه فيها الهيتر الديور فيها الهيتر طوبيس كمان التران يعني كلشي فيه الهيتر كلشي سخون اوكي الاخوان والاخوات الو غنخليكم دابا فرصه سعيده الى اللقاء